مصر هنا في سموحة وفي طلائع الجيش. مدرب الجزائر بيقول قلق من التحكيم في أمم إفريقيا. بيني وبينكم يعني، ما حدث خلال الفترات الأخيرة في التحكيم في أفريقيا عار على التحكيم في أفريقيا أن يكون بهذا المستوى بهذا الشكل. أشياء كثيرة جدا حدثت، وأشياء كتير جدا جدا الحقيقة كانت واضحة وكانت يعني هدف الوداد سجله في مباراته الأخيرة أمام الترجي هدف صحيح 100%. الحكم بوظ المباراة، الحكم بكاري جسامة ده بوظ المباراة، معرفش إزاي. وحتى هذه اللحظة لم يتم إيقافه ولم يتم أي شيء، ولكن جهات جريشة جريوا بسرعة بسرعة وقفوه، لكن بكاري جسامة لا ما عملش حاجة. تخيلوا حضراتكم عدم احتساب هدف الوداد الصحيح 100%. حضراتكم شفتوه أكيد في مباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حتى هذه اللحظة لم يتم إيقاف حكم واحد من الثلاث حكام اللي كانوا موجودين في هذه المباراة، حكم الساحة والاثنين حكام المساعدين، لكن جهات جريشة في ثانية وقفوه. ما تفهمش ليه؟ فحقه جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أنه يبدي قلقه من التحكيم في أمم أفريقيا.